كنسكنو هنا ودريك في هذا الصيف كنكونوا عند البيع. الترحال ليس نمط عيش فقط، بل تجاوز نمط عيش أصبح هوية. لوحة كما تلاحظونها أنها جاءت في قلب الصحراء، ومنطقة محامية الغزلان هي بوابة الصحراء الكبرى، يعني أنها من آخر اللوحات المطلة على الصحراء الكبرى. هذا المنظر ليس حبيس هذه المنطقة فقط، بل كل مناطق الواحة من أقصى شمالها إلى جنوبها وغربها إلى شرقها فهو في نمط واحد، أشجار كلها في خبر كان إلا من رحم ربي. قبل كانت الناس في البادية وكانت تمشي ترحل، كانت تمشي بحال من هنا دريك ترحال، كتشد الجمال ديالها وكترفد على الجمال ديالها وتسوق البل وتسوق الغنم وبهايمها وراحلة وماشية، وكيرحلوا البلاصة اللي فيها الربيع ويريحوا. من 2004 أطر بزاف الجفاف، من 95 والعام اللي جاء كيجي أثر من لوخة، وبزاف فيهم في هذه البادية بزاف فيهم قاع راه انتقل من هنا ومشى. قبل كانت تبني الناس الخيام وكيكونوا الناس تلقاهم مجموعين والبير يقدهم، البير اللي جاو كتلقاه يقدهم على حق الماء، البير قصير ويقدوا قاع يحفروا 2 متر 3 متر يلقاو الماء ضريك، لا كيجي يحفر كيلقى 20 متر 17 متر 15 متر، ما كيقد هو يحفر ديك 15 متر ولا 20 متر على يومين ولا على 3، كيمشي للبير الاخر اللي حاس به. شنو ديك الترحال؟ الترحال ديالي تولي رحال عزيز عليا ونبغي نيتها. حتى الا مشيت للمدينة ما غادي نستريح بالي، وما عندي كاع ما عنديش شي حاجة غير ترحال، عندي غير هاد الكسب كنجري عليه وصافي، وراني عايش هنا وصافي. ما الا مشيت لشي بلاصة ثانية ما عندي المعاش، كان المعاش ديالنا ما عندنا المعاش. واحد محامي الغزلان في خطر، واحد محامي الغزلان إلى الانقراض في كل مرحلة. تغير المناخ لا يؤثر فقط على طبيعة الكوكب، وهو ليس فقط مصدراً لخسارة الموارد والطبيعة، ولكن أيضاً بشكل مباشر لخسارة ثقافات إنسانية وبشرية، مثل طريقة حياة البدو الرحل التي باتت تندثر شيئاً فشيئاً بسبب عدم قدرتهم للاستمرار بها.